على هذه الزيارة معنا من سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة رباب عبد الهادي مديرة البرنامج الأكاديمي لدراسات الجاليات العربية والمسلمة في المهجر دكتورة رباب مرحبا بك معنا في التلفزيون العربي إذا لنبدأ حديثنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب بعد أن زار عدة دول عربية ما أهمية هذه الزيارة بعد أن دخل العدوان الإسرائيلي على القطاع يومه الخامس 95 اعتقد انه هاي الزياره مهمه بالنسبه لامريكا وحلفائها هي مش مهمه بالنسبه للفلسطينيه لانه ما زال القصف الاسرائيلي مستمر ما زالت الاباده الجماعيه مستمره ما زالت سياسه التجويع ما زالت عدم وجود الادويه القصف القتل الاستشهاد يستمر في برنامج اباده جماعيه وبالتالي بالنسبه للفلسطينيه هذا لا يعني شيئا لأن الولايات المتحده غير معنيه بمصير الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة معنية بعدم توزيع الصراع في المنطقة بحماية مصالحها كمان عندها اهتمامات داخلية أنه بالنسبة لهم في مشكلة حقيقية بالانتخابات القادمة لأنه شعبية بايدن كتير كتير يعني انخفضت كمان حتى المتظاهرين راحوا على بيت بلينكن نفسه وتظاهروا أمامه وشفتوا انتم كيف بقاطعوا الناس حتى بايدن واغلقوا مداخل المطارات الى اخره، حتى في اسرائيل في ازمه لأن اسرائيل نفسها مش عارفه شو تعمل يعني نتنياهو بيهدد مثلا بجنوب لبنان بس المشكله المشكله عندهم انه مش مش بحق مش بامكانيتهم هم نفسهم يحصلوا كل شيء بالمعركه، يعني هم مش الطرف الوحيد اللي عم بيحسم اللي عم عم بيصير 95 يوم هم ما تصوروا انه حيكون في مقاومه فلسطينيه شديده به الشكل واعتقدوا انهم راح يمحوا البشر بكل هاي السهوله الشعب الفلسطيني صامد ورافض يتهجر ورافض ينسحب عن ارضه فبالتالي نعم. في ازمه حقيقيه طيب سيده رباب تحدثتي عن بتقول. الازمه الداخليه أحيان. الاسرائيليه هناك انقسام كما تعلمين بالمؤسسه السياسيه بين السياسيين بانفسهم في اسرائيل وايضا بين المؤسسه السياسيه والعسكريه الى اي درجه هذه الانقسامات والاختلافات في الاراء ستصعب وستقود هذه الزياره لبلينكن طبعا راح تصعب زيادة بلينكن لأنه المشكلة في الحسابات الأمريكية أنه بيعتقدوا أنهم هم يعني أنه نتنياهو متوسط في الموقف والتانيين متطرفين المشكلة أنهم كلياتهم متطرفين من جلانت من نتنياهو كلهم هم أعلنوا أنه من الضرورة القضاء على الشعب الفلسطيني كلهم قالوا بدهم يستمروا في القضاء على الشعب الفلسطيني حتى إذا بيقولوا دخلوا في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى آخره هم سحبوا خمس أولية هم سحبوا مئات الجنود عندهم مشكله حقيقيه كلهم يعني في اسرائيل يعني باعتقادي كثير نعم. مهم لا المشاهدين عندكم انه احنا نعرف إنه هم بالمؤست طبعا في ناس متطرفين اكثر من الاخرين بس التطرف كلياته متجه باتجاه باباده الشعب الفلسطيني طب هل من مصلحه الولايات المتحده <applause> امتداد هذه الحرب الى ما لا نهايه وخطوره ان تفتح جبهات اخرى يعني بعد 95 يوما من العدوان على قطاع غزه لم تحقق اسرائيل ولا حتى الولايات المتحده اي من اهدافها ان كان القضاء على حماس أو غيره يعني متى تقول الولايات المتحدة لإسرائيل كفى يجب أن نجلس وأن نتفاوض وأن نترك للدبلوماسية مكانا أنا باعتقادي أنه المشكلة أنه الاستعمار ما بتعلم ما بتعلم دروس يعني الولايات المتحدة من ناحية طبعا هم كتير كتير متورطين باللي عم تعمله إسرائيل بس المشكلة ما هو بلينكن نفسه سمح بصفقة أسلحة ب وسبعة مليون دولار إذا كان بده يوقف إسرائيل ما بعطوهم مش هالأسلحة بايدن نفسه بوقف كل يوم بيقول أنا صهيوني من حق إسرائيل تعمل اللي بدها أنا بدافع عن حقها يجب القضاء على الفلسطينية يجب القضاء على المقاومة الفلسطينية بح بيطرحوا حلول أصلا ما لها علاقة بالموضوع مراج كلياتها إذا هم فعلا جادين أول شغلة ممكن يعملوها الولايات المتحدة قطع المساعدات الكاملة الماليه والعسكريه عن اسرائيل وايقاف شحن شلال الدم اللي هم بيشاركوا فيه مباشرة فبالتالي هم مشكلتهم أنه زي اللي بيقولوا بدي فيه يعني إيدي فيه واللي بدي فيه بس هم مشكلتهم أنهم ما بيقدروا يعملوا هاي المشكلة لأنهم متحالفين مع السياسة الصهيونية نعم. وبنفس الوقت إسرائيل بتضلها تورطهم مش عارفين شو يعمل هم نفسهم بتخبطوا كمان لكن ألا, ألا يؤثر ذلك أه. على تركيز الإدارة الأمريكية على الصين وروسيا؟ طبعا المشكلة أنهم هم متورطين فتحوا مجموعة من الجبهات فتحوا جبهة مع الصين فتحوا جبهة مع روسيا فتحوا جبهة مع الفلسطينية دعموا إسرائيل بشكل مطلق رغم كل التجاوزات اللي بتعملها حتى أعضاء الكونغرس الأمريكيين بحكيش الناس اللي بالشارع اللي بتضامن مع الشعب الفلسطيني أعضاء الكونغرس الأمريكيين نفسهم خجلانين من الموقف الإدارة هم عندهم مشكلة حقيقية خليهم يتورطوا أنا باعتقادي خليهم هم يشوفوا أنه هاي نتيجة سياساتهم وهذا الاشي رح يشوفوه لما بيصير دوائر الاقتراع ويخسروا الانتخابات كلياتهم لكن كل سيدة رباط فيما يتعلق بالانتخابات آه على ماذا يراهن الرئيس جو بايدن في دعمه المطلق لإسرائيل هل يراهن على أن دونالد ترامب هو أكثر تطرفاً بالنسبة لإسرائيل يعني عندما تأتي الأقليات اليساريين المسلمين والعرب والمنتقدين لسياسة بايدن الخارجية في طاولة الانتخابات عندما يخيرون ما بين ترامب وما بين بايدن من سيختارون؟ المشكلة أنه بطل في اختيار المشكلة أنه المؤسسات العربية والمسلمة كلها قالت للبيت الأبيض مش رح ننتخبكم ما تحاول الكل بيقول هاشتاج جينوسايد جو المشكلة أنه ترامب عم بيعمل أكثر وأكتر وأكثر بحقق انتصارات مع أنه يعني مقدم للمحاكم ممكن ينحبس أي يوم المشكلة أنه الحزب الديمقراطي مش راضي يتعلم وقاعدة الحزب الديمقراطي نفسه ومتطوعين البيت الأبيض واللي بيخدموا في الكونغرس إلى آخره كلها تواقفين ضد هذا الموقف الأمريكي ولكن بايدن وأوستن أو وبلينكن أو كلياتهم اللي متصلين بال بالإدارة الأمريكية كانهم عاملين هم غرفة حرب غرفه عمليات بتتضامن مع اسرائيل تتعلم مع اسرائيل وبتقول لهم بس خففوا شويه بلاش تعملوا كتير هاي الضربات اللي بتبين على شاشات التلفزيون اقتلوا بشكل ما نشوفه طبعا عم بنشوف الاشياء اللي عم بتصير بالضفه الغربيه بجنين وبنابلس نعم. وبرقين وبسلوان وبالقدس يعني نعم. العدوان ف... الصهيوني مش متوقع ف... وامريكا مش س... سيدة رباب سؤال اخير لو سمحتي عندما تنتهي الحرب باذن الله قريبا ما هي الرؤية الامريكية لليوم التالي؟ كيف هو تصورها بالنسبة لحل القضية الفلسطينية ككل ان كان الضفة الغربية او قطاع غزة؟ الرؤية الامريكية بتعتقد انه ممكن كل شيء يصير زي ما كمان كان بالسابق، المشكلة انه هي الرؤية الامريكية مش بايدهم الاشي تختلف الوضع اختلف الوضع لانه مش الامريكان والاسرائيليه لحالهم عم بقدر قرروا شو رح يصير بكره وش رح يصير اليوم اللي بعديه الناس الشعب الفلسطيني والمقاومه الفلسطينيه والعربيه وشعوب العالم وجنوب افريقيا وكوبا كل الدول في العالم وحتى الاردن وكلهم واقفين مع الشعب الفلسطيني بطل ايد الماء بطل صنع القرار موجود ضقت بايد تل ابيب وبيد واشنطن خسروا هاي المساله المشكله انهم بيوقعوا ضحايا اكثر وبقتوا اكثر من الشعب الفلسطيني هذا الشيء الوحيد اللي قادم يتفوقوا فيه قديش قد هم بيكونوا اله قتل واله دمار واله اباده جماعيه ما عندهم شيء ثاني يقدموه شكرا لك من سان فرانسيسكو في الولايات المتحده سيده رباب عبد الهادي مديره البرنامج الاكاديمي لدراسات الجاليات العربيه والمسلمه في المهجر